بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: فريضة علمي على كل مسلم مسلمة. صدق الله وصدق الحبيب. أيها الصادق الضيوف والأساتذة المكرمين، رئيس الدولة وصاحب الفضيلة الحاج سجل محمد يعقوب خان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الموضوع الذي يتكلم عنه فضيلة العلم. لماذا نتعلم العلم؟ لأن إن شرف الله تعالى الإنسان على جميع المخلوقات بسبب العلم. إن الإنسان عنده علم يحترم ويكرم في البيت وفي الأسرة وفي المجتمع كله. أن العلم يعلمنا كيف نتكلم وكيف نعيش وكيف نتعامل مع الناس. العلم يعذبنا أخلاق الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنشيد في اللغة العربية. الله 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 الله. من أنزل الأمطار من أنزل الأمطار. الله You are not fool, you are